لطالما ساد الاعتقاد بأن نجاح العملية التربوية والتعليمية يعتمد في مجمله على ثلاثة أركان رئيسية، هي الطالب والمعلم والكتاب المدرسي، بيد أن هنالك ركن رابع لا يقل في دوره وتأثيره أهمية، ألا وهو مفهوم البيئة المدرسية الجاذبة والمحفزة. وهذا أمر يبدو أن السلطات التعليمية بمحافظة حضرموت قد أدركت أهميته منذ وقت مضى، ليس فقط من خلال الاهتمام بالبيئة الجمالية لمباني المدارس وملحقاتها، بل ورفدها بالكادر التدريسي والوسائل التعليمية الحديثة. في مدارس حضرموت بشكل عام اهتمام بتحسين البيئة وجعل البيئة المدرسية بيئة جاذبة للطالب، محببة إلى الطالب. التفاعل الكبير مع الفعاليات الطلابية وتجهيز صالات مخصصة لإقامة المناشط الصفية واللامنهجية هو أحد أشكال التوجهات الرسمية بالمحافظة لخلق بيئة جاذبة للطلاب وملبية لاحتياجاتهم التعليمية والترفيهية، مما يراعي أوضاعهم وينمي مواهبهم، كحال الطالب أنس العاشق للعبة الشطرنج. ما توقعت اني بلقى في المدارس هنا زي الانشطه اللي نحبها نمارسها ونلعب فيها، ويعطينا وقت فرص، وكمان في علم فيها ممتاز. طبعا السنوات الاخيره بالذات ما بعد تحرير مدينه المكلا في توجه المكتب وزاره التربيه والتعليم بهذه البيئه المدرسيه وتحسينها، بحيث ان الطالب يحفز نفسه في النشاطات في مجال المختبرات، وبالتالي يبرز لنا كوادر يعني، ويبرز لنا طلاب مبدعين في مدارسنا. ضمان توفر عنصر الجودة في مخرجات النظام التعليمي يشكل هو الآخر أهمية بالغة، ما دفع بالسلطات المحلية إلى التعاقد مع ما يقارب 10,000 معلم إضافي بهدف سد العجز في الكادر. ناهيك عن إشراك كوادر ومنتسبي المؤسسات التعليمية ضمن برامج ودورات تأهيلية وتدريبية تسهم في تطوير كفاءة المعلمين وتحسين أدائهم. محمد اليزيدي لقناة بلقيس المكلا.